السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من زوايا الحدث. هذه الحلقه نخصصها للحديث عن ابعاد اتفاق اللجنه السعوديه مع الحكومه اليمنيه على سحب القوات الاماراتيه من مطار وميناء سقطره واستبدالها بقوات يمنيه وسعوديه. قال رئيس الحكومة أحمد بن دغر إن أزمة سقطرى انتهت وأن العلم الوطني عاد يرفرف فوق ميناء ومطار الجزيرة، وأوضح أنه لم ينتصر أحد ولم ينهزم آخر، مضيفا أن اتفاقا يقضي بعودة الجزيرة إلى وضعها الذي كانت عليه قبل 30 أبريل. في سياق متصل نقلت قناة الإخبارية السعودية عن التحالف أن القوات السعودية وصلت بالتنسيق مع الحكومة الشرعية، وهدف هذه القوات تدريب ومساندة القوات اليمنية. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين. بعد هذه التطورات، هل انتهت أزمة سقطرى؟ وما أبعاد تغيير القوات التابعة لدولة الإمارات بأخرى تابعة للسعودية؟ نتابع سويا هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش مع ضيوفي. سقطرى تتجه نحو المزيد من تكريس النفوذ العسكري للتحالف وسط تبدل وصف بالصوري لشكل هذا النفوذ وهويته. فكما هو معلن، توصلت الحكومة والتحالف وبواسطة سعودية إلى اتفاق قضى بإزالة أسباب التوتر الذي حدث في الأسبوعين الماضيين وعودة عمل القوات الأمنية في المطار والميناء إلى عملها وسحب كل القوات التي قدمت إلى الجزيرة بعد وصول الحكومة، في إشارة إلى القوات الإماراتية. وقضى الاتفاق أيضا بتطبيع الحياة في كافة مناطق وجزر الأرخبيل والبدء بتنمية وإغاثة شاملتين للجزيرة تشمل كل المرافق الخدمية والحيوية في كل المديريات والجزر التابعة للأرخبيل بدعم من المملكة العربية السعودية. لكن هذا الاتفاق الذي وردت تفاصيله في ثنايا البيان الذي بثته نسخة الحكومة الشرعية من وكالة الأنباء اليمنية لم يتضمن أي إشارة إلى استبدال قوات بقوات، لذا جاء نبأ وصول القوات السعودية إلى أرخبيل سقطرى عبر وسائل الإعلام السعودية مشفوعاً بمبررات أثارت المزيد من الجدل حول دوافع وجود قوات بهذا الحجم في أرخبيل مسالم وأولوياته تنموية واقتصادية بالأساس. فخلال استقبال رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر لرئيس وأعضاء اللجنة العسكرية السعودية اليمنية في أرخبيل سقطرى مساء الأحد، بدأت القوات السعودية بالتوافد جواً إلى الأرخبيل عبر جسر جوي تفيد أنباء ذات مصداقية بأنه يشمل 14 طائرة نقل تابعة لسلاح الجو السعودي. الذريعة المعلنة لذهاب هذه القوات إلى أرخبيل سقطرى هو تدريب الوحدات اليمنية على مكافحة الإرهاب في أرخبيل ينعم بالاستقرار ولم يسجل فيه أي تواجد لتنظيمات إرهابية وفقا للمراقبين. تلقى مشروع التوسع الإماراتي بشقيه العسكري والمدني ضربة معنوية في سقطرى، ساحة المواجهة الأكثر حساسية بين السلطة الشرعية وقيادة أبوظبي الطامحة إلى بناء نفوذ إمبراطوري على حساب اليمن المثقل بالحروب والأزمات. لكن أزمة الأرخبيل يبدو أنها مرشحة إلى المزيد من التعقيد في ظل بقاء عقدة التواجد العسكري للتحالف دون حل على نحو يبقي سيادة الدولة اليمنية على أراضيها رهنا بالأجندة المتناقضة لتحالف يبدو أنه لم يعد مكترثا للأهداف التي جاء من أجلها إلى اليمن. إذن مشاهدينا نبدأ النقاش، وينضم إلي الصحفي في رئاسة الجمهورية، سينضم إلينا من الرياض ياسر الحسني. سيد ياسر مساء الخير. مساء النور عليك وعلى المشاهدين الكرام. أهلا بك سيد ياسر. يعني بداية، عاد رئيس الحكومة إلى الرياض، هل فعلا انتهت أزمة سقطرى؟ نعم، فعليا انتهت أزمة سقطرى بعد تكلل نجاح أو بعد نجاح اللجنة السعودية بإنهاء الأحداث التي حصلت مؤخرا في سقطرى. ويعني كانت أمس الحكومة الشرعية قد أعلنت أنه اللجنة المكلفة وصلت إلى آليات لحل النزاع الذي حصل مؤخرا في سقطرى، بدءا بانسحاب القوات التي أدت بعد زيارة رئيس الوزراء وعودة الأجهزة الأمنية وقوات الجيش لممارسة مهامها في مطار وميناء سقطرى. وأنا أعتقد أن اللجنة السعودية نجحت نجاحا كبيرا في حل الأزمة، يعني من أجل الحفاظ على لحمة التحالف العربي ويعني الانتصار لهدف التحالف العربي الكبير وهو إعادة الشرعية، بسط السيادة اليمنية، الحفاظ على أمن واستقرار
اليمن، وبالتالي نعتقد انه بات الخلاف الذي حصل في سقطرى من الماضي، اليوم الحكومه الشرعيه والتحالف العربي يقفون في صف واحد لاستكمال معركه تحرير اليمن، وها نحن اليوم نشاهد الانتصارات في البيضاء، في الساحل الغربي، في الحديده، في تعز، نعم، من أجل استكمال معركة التحرير وإنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة. نعم، لكن سيد ياسر، يعني أنت أشرت هنا على الحفاظ على لحمة التحالف العربي، وهو حرص التحالف نفسه وأيضا حرص الحكومة على هذا الجانب. يعني ربما بعد كل الذي حدث، هل يعني هذا الأمر لن يؤثر مستقبلا على بتحديد لحمة التحالف العربي كما أسلفت؟ لا أعتقد ذلك. أنا أعتقد أنه حصل لبس وخطأ وتم تصحيح الخطأ. حقيقة دعني في هذا المكان أو عبر هذا المنبر أن أشكر فخامة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لثباتهم من أجل تصحيح الخطأ، وكذلك الملك سلمان الذي اختار أن يقف مع الحق، أن يقف من أجل الانتصار لهدف العاصفة الحزم، وهذا يعني ما أعاد تصويب المسار الصحيح. ونعتقد أنه سيتعلم الجميع من الخطأ الذي حصل. نعم. ونعتقد أنه الخطأ تم حله بودية والأمور عادت إلى مساراتها. نعم. واليوم ينبغي أن نركز على العدو الرئيسي الذي يعني يحاول أن يستهدف اليمن ودمر اليمن ويستهدف الأمن القومي والعربي، وهي ميليشيات الحوثي وإيران. أنا أعتقد أن اليوم أن نركز على الميليشيات الحوثية التي كانت هي المحتفلة بما حصل من خلاف بين الأخوة. أنا أعتقد اليوم ينبغي أن تطوى هذه الصفحة. بالضبط. ينبغي أن يتم الاصطفاف خلف الشرعية. نعم. خلف التحالف العربي لاستكمال معركة التحرير. نعم، إذن تكرم البقاء معي سيد ياسر. أشرك معنا في النقاش المحلل السياسي عبد الرقيب الهدياني، سينضم إلينا من عدن. سيد عبد الرقيب، مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا. اهلا بك سيد عبد الرقيب، ما هي قراءتك لتطورات المشهد في سقطرى؟ بداية تحية لك اخي ولضيوفك ولمشاهدي القناة. اهلا بك. ما حصل في سقطرى اليوم هو انتصار كبير لصالح الحكومة الشرعية، لصالح الإرادة اليمنية، لصالح الأحرار الذين ينشدون سيادة البلد وإعادة الدولة اليمنية. ما حصل في سقطرى هو إعادة البوصلة للتحالف العربي الذي سعت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى يعني إلى إضعاف أو إلى انحراف الهدف العام الذي أنشئ من أجله هذا التحالف. نعم. سقطرى اليوم شعبيا ورسميا، اليمن شعبيا ورسميا اليوم انتصرت، ونعتبر سقطرى هو مقدمة وهو نقطة تحول. نأمل ويعني ونتطلع أن يتم إصلاح مسار التحالف العربي وعلاقته وشراكته بالدولة الحكومة الشرعية وبالهدف العام الذي جاء من أجله، سواء في عدن أو في حضرموت وفي كل المحافظات المحررة التي لدولة الإمارات العربية المتحدة ممارسات غير مقبولة وغير منسجمة مع الهدف العام الذي جاء من أجله. سقطرى اليوم كانت رأس المقطوعة الذي قادت الشعب اليمني، قادت الإرادة اليمنية، أحيت الروح الوطنية فينا وهتفت باليمن وأخبرت الداخل والخارج أن اليمنيين لم يفرطوا في سيارة بلدهم، لم يسمحوا بأي انتقاص من أراضيهم، لم يسمحوا بالانحراف بعيدا عن مسار هدفهم الوطني العام وهو عودة الدولة اليمنية ومعركتهم المصيرية صوب عدو واحد هو الانقلاب الذي اقتضف الدولة وسطع على المحافظات، وسيمضون بهذا الطريق ويسعون أن يتم إصلاح الاعوجاج كما تم وانتصر في سقطرى، فيتم في عدن وفي الجزر الأخرى وفي الموانئ والمطارات وفي شبوة وحضرموت وفي المقهى وفي كل المناطق المحررة. نعم، لكن يعني باعتقادك المشكلة اليوم في سقطرى يعني هل انتهت تماما بعد انسحاب القوات الإماراتية وتحولها إلى مشرفة على تدريب القوات اليمنية؟
التي لدينا الذين قادوا مسيرة الاحتجاج والرفض بالممارسات الخاطئة في سقطرة هم أبناء سقطرة، وهي السلطة المحلية في سقطرة، وهو رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر وحكومته. هؤلاء الذين كانوا في مقدمة الصفوف الذين تصدوا لهذا الخلل وأشعلوا وحركوا الشعب اليمني، هم اليوم يقولون لنا بفصيح العبارة أن المشكلة قد انتهت، ورأينا بالصور أن قوات الشرعية قد استلمت الميناء واستلمت المطار، وقالوا بصريح العبارة أن المشكلة قد انتهت، ويعني الأمور عادت إلى طبيعتها، وما علينا إلا أن نصدق هؤلاء. هم الذين على الأرض وهم الذين على الميدان، وبالتالي ما حصل في سقطرة هو انتصار، ولذلك نحن خلف رئيس الوزراء وخلف السلطة المحلية في سقطرة. لكن يا سيد عبد الرقيب، يعني أنت أسميتها انتصار، بينما تصريح رئيس الوزراء يقول بأن ما حدث لا يوجد منتصر في الأمر، وإنما يعني كان هناك إشكال بسيط انتهى، ويعني تحولت القوات التي أتت كمحتلة إلى مدربة لأفراد الجيش في هذه الجزيرة. يعني كيف يعني تنظر إلى هذا الأمر؟ رئيس الوزراء كان حفيفا من موقعه، كان خطابه دبلوماسيا، تحدث بالمقال الذي نشر، وأكد على عدة أشياء. أكد على أن الجزيرة هي جزيرتنا، هي جزيرة اليمن. أكد على أن الإمارات كانت في موقع خاطئ. أكد بكلام دبلوماسي وشكر جميع الأطراف، وهذا هو الخطاب العقلاني المتزن الذي يجب أن يظهر به رئيس الحكومة اليمنية. ونحن اليوم مع هذا التحالف الذي جاء به ودعيناه لكي يساندنا ولكي يخوض المعركة معنا، وقدم تضحيات، وبالتالي كانت كلمة رئيس الوزراء دبلوماسية، وكانت يعني حقيقية وصحيحة وفي الاتجاه الصحيح. بالتالي لا ينبغي علينا أن نضع حولها الاستفهامات أو القصور أو أن نفترض أن الانتصار لم يكن كذلك. بالتالي لا يستطيع رئيس الوزراء أن يقول ذلك وأن يتباهى، ولكن الحقيقة أننا أجبرنا التحالف العربي، أجبرنا دولة الإمارات العربية المتحدة أن تعيد الميناء وأن تعيد المطار وأن تخرج من التموضع التي وضعت فيه نفسها بغير إرادة اليمنيين وبغير إرادة سلطتهم. لكن كل ما حدث هي عبارة عن تسوية، وربما في أي لحظة يعود الوضع على ما كان عليه. سأعود لأكمل معك الكثير من النقاط سيد عبد الرقيب، دعني أذهب إلى الصحفي في رئاسة الجمهورية سيد ياسر الحسني. يعني سيد ياسر، قوات جاءت في البداية كما وصفت كمحتلة، وبعدها تحولت إلى مشرفة على تدريب القوات اليمنية هناك. يعني باعتقادك، هل من ضمانات لعدم عودة الأزمة مجددا في جزيرة سقطرة؟ أنا لا أعتقد ذلك، خصوصا بعد تواجد القوات السعودية في الجزيرة. هذه القوات جاءت بالتنسيق مع الحكومة الشرعية. الخلاف كان حاصل أن القوات التي أتت بعد عودة دولة رئيس الوزراء أتت بدون تنسيق مع الحكومة الشرعية، ويعني فرضت أمر واقع بما أثار أزمة. أنا أعتقد أنه ما حصل هو درس لعدم تكرار الأخطاء في المستقبل. اليوم المملكة العربية السعودية هي الضامن لاستمرار العلاقة الطبيعية بين التحالف العربي والحكومة الشرعية. المملكة العربية السعودية حقيقة حريصة على استكمال تحرير ويعني إنهاء انقلاب واستعادة مؤسسات الدولة. الحكومة المملكة العربية السعودية تتحرك وهي تعي يعني خصوصية المشهد اليمني، وهي أكثر من تفهم تعقيدات المشهد اليمني، وبالتالي تحركت في ساعات وتم حل القضية. وأنا أعتقد أنه هذه الخلافات لن تحدث مستقبلا، لأنه إذا حدثت مثل هذه الخلافات فإنها تؤثر في سير المعارك، تؤثر يعني وتقوي الميليشيات الإنقلابية عندما تستدل بما يحصل من خلافات، وتحاول أن تصور للشعب اليمني بأن ما يحصل ليست معركة تحرير وإنما معركة احتلال. أنا أريد أن أطمن المشاهدين الكرام بأن المعركة هي معركة تحرير،
وأن اليمن ستعود حرة عربية أصيلة بعد القضاء على ميليشيات الحوثي التي تمولها إيران، وإن شاء الله السلام سيعود واليمن ستعود سعيدة وستبقى اليمن حرة عربية أصيلة. نعم، لكن سيد ياسر هنا نقطة أخيرة، هل بالفعل القوات الإماراتية عادت كقوات يعني مشرفة على تدريب القوات اليمنية، أم أن هذه الأخبار ليست دقيقة؟ أنا أعتقد أن هذه الأخبار ليست دقيقة، يعني الاتفاق كان واضح هو انسحاب القوات التي جاءت بعد عودة رئيس الوزراء. هل انسحبت بالفعل؟ هي يعني حسب الاتفاق ستنسحب، وأنا لا ليس لدي تفاصيل أنه انسحبت حتى اللحظة، ولكن القوات السعودية واللجنة اليمنية السعودية هي من ستشرف على انسحاب هذه القوات. يعني الآن ليس الأهم هو الانسحاب، الأهم وعودة الأجهزة الأمنية وعودة المطار وميناء سقطرى للقوات اليمنية. ونعتقد أن هذا الاتفاق تم وسينفذ، لأنه هناك يعني نوايا حسنة من كل الأطراف وأيضا رعاية من المملكة العربية السعودية لهذا الاتفاق. وبالتالي نعتقد أن اليوم ينبغي أن نركز على يعني معارك التحرير، على توحيد الصف الوطني، على يعني توحيد الخطاب في مواجهة ميليشيا الحوثي التي يعني كانت سعيدة خلال اليومين أو خلال الأسبوع الماضي بحدوث أزمة بين الأخوة والأشقاء. نعم. جميل، إذن أشكرك جزيل الشكر، صحفي في رئاسة الجمهورية ياسر الحسني، كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك. سينضم إلينا الآن من سقطرى الناشط عبد الله بداهن. سيد عبد الله مساء الخير. سيد عبد الله هل تسمعني؟ ألو. نعم، السلام عليكم. أهلا بك، مساء الخير سيد عبد الله. يا مرحبا. كيف هو الوضع في سقطرى بعد أن أعلنت الحكومة انتهاء الأزمة بينها وبين دولة الإمارات؟ أولا مساء النور لكم جميعا في قناة بلقيس، نشكركم على هذا التفاعل. أهلا بك. في البداية أنه في الحقيقة الأزمة التي مرت سياسية أكثر مما هي على الواقع على الأرض. نعم. ف يعني التواجد الإماراتي سابق ولم يكن جديد حتى يكون بهذا الزخم في الحقيقة، وقد شاركنا جميعا في رد التواجد. أنت تقصد التواجد السابق للإمارات كتواجد عسكري أم كتواجد آخر يعني من حيث أنشطة إغاثة وغيره؟ لا أيوه، هنا الفاصل في الموضوع. التواجد السابق هو تواجد تنموي وأيدناه جميعا ومرحبين به، وعلاقة الإمارات لا يمكن أن ننكر. نعم. لأنه يعني بالنسبة لسقطرى يعني الدخول او والخروج والبضائع والعلاقات والسفر وغيره، يعني بعد اليمن تعد الدوله التي ندخل فيها ونخرج، والبضائع والعلاقه التي بين الشباب يعني من كافه دول الخليج الاخرى تعتبر الامارات هي الاولى في الحقيقه، ولذلك هناك علاقه موجوده يعني في الدخول والخروج. نعم. يعني بعد خاصه بعد الاتفاق الاخير مع الحكومه في حكومه دحاح بعد العصابه، فاصبح الدخول رسمي اكثر من قبل. نعم، يعني الان القوات الحكوميه سيد عبد الله وحصل هناك دعم للجيش. نعم، لانه في فتره من الفترات كما تعلمون بالنسبه للحكومه اليمنيه ما فيش، لم يكن هناك توفير للمرتبات للجيش، لم يكن توفير في الغذاء، في تحسين الوضع للافراد في اللواء الاول في سقطرى. بعد ذلك تعلمون ان حصل هناك جيش في الجمهوريه كامل وخاصه في المحافظات المحرره، ودخل عدد كبير بعد ما كان اللواء الاول قوامه حوالي 2000 جندي اصبح 6000 جندي، يعني حوالي 4000 إلى 5000 جندي اضافي جديد في ظل الاحداث التي نحن فيها الان. يعني افهم منك سيد عبد الله ان الازمه الاخيره، اسمعني سيد عبد الله، يعني افهم منك ان الازمه الاخيره هي جعلت الحكومه تهتم بالجيش والاوضاع في المحافظه بشكل اكبر وافضل.
نعم بالنسبة للتنمية في هناك أشياء دعمت الإمارات مشكورة دعمتها جوانب التنمية خاصة الكهرباء وبعض الأشياء الصحي ونقل الحالات المرضية ودعم الجانب العسكري بالأساس الأول ما في يكاد يكون لا طيب. يوجد أي دعم من الحكومة. طيب سيد عبد الله هناك نقاط مهمة سأعود لأناقشها معك. اسمعني سيد عبد الله هناك نقاط مهمة سأعود. الإنزال العسكري أثناء وجود الحكومة هو نعم. طيب سيد عبد الله هل تسمعني؟ نعم. إذن يعني هناك نقاط كثيرة سأعود لأناقشها معك، تكرم بالبقاء معي قليلا. أذهب لضيفي الآخر المحلل السياسي من عدن عبد الرقيب الهدياني. سيد عبد الرقيب، يعني كما تشير الحكومة وأيضا التحالف العربي أن التسوية التي حصلت مؤخرا أو الاتفاق ما بين الإمارات والحكومة جاءت في صالح الحفاظ على لحمة التحالف العربي، أنت كمحلل سياسي يعني الأزمة الأخيرة التي حصلت هل سيكون لها تأثير مستقبلي على لحمة التحالف أم أنها لم تؤثر شيء؟ ينبغي علينا أن نقر أن لدولة الإمارات العربية المتحدة مطامع ومطامع كبيرة استحواذية في اليمن. ينبغي علينا أن نقر أن الإمارات لا زالت حتى اليوم حتى اللحظة لا زالت تمنع الحكومة الشرعية من أداء مهامها في المحافظات المحررة. يجب علينا أن نعترف أن موانع عدن الثلاثة والمطار وميناء بلحاف وميناء الريان مطار الريان وميناء حضرموت لا يزال كل هذا تحت سيطرة القوات الإماراتية، لا زالت حتى اليوم تفرض السيطرة في المحافظات المحررة عبر أدرع أمنية وعسكرية أنشأتها هي وتمولها هي وليس للحكومة الشرعية عليها سلطان. بالتالي المشكلة مع الإمارات لا زالت قائمة وكانت سقطرة مجرد حلقة صغيرة في هذا الصراع وفي هذا الخلاف مع دولة الإمارات، وبالتالي سيبقى الخلاف وسيبقى التحالف العربي مهدد بشكل كبير طالما الإمارات لم تتخلى عن طريقها المعوج الذي يعاني الحكومة الشرعية وينتقص من سيادتها ويمنع مؤسساتها ويمنع تحرك الحكومة في هذه المحافظات المحررة. بالتالي نحن اليوم التحالف أمام خطر كبير ما لم تتحرك المملكة العربية السعودية في إصلاح هذا الإعوجاج. حتى بيان الرئاسة اليوم اجتماع الرئيس عبد الرب منصور هادي بمستشاريه وبنائبهم البيان أو الخبر الذي صدر لم يتطرق للإمارات جملة وتفصيلا. المشكلة لا زالت قائمة ويجب على المملكة العربية السعودية من موقعها من مسؤوليتها أن تصلح هذا الإعوجاج وإلا فالأمور يعني ليست مبشرة. نعم، إذن ابقى معي سأذهب لضيفي الآخر الناشط عبد الله بدهن من سقطرة. يعني سيد عبد الله كونك أحد أبناء محافظة سقطرة أريد تأكيد منك يعني هل بالفعل يعني باتت القوات مسيطرة بشكل كامل على الميناء والمطار في سقطرة؟ نعم، أعلنت الحكومة علمتم وسمعتم التنفيذ القرار على او الاتفاق الذي ابرم في الرياض. يعني اتركنا من اعلان الحكومه وايضا صوره العلم التي ظهرت في الميناء، انا اتحدث عن يعني ان انت احد ابناء هذه المحافظه، هل شاهدت ان القوات عادت بشكل كامل؟ اشرت لك ان الامارات موجوده اصلا مسبقا وهناك تبشير من الحكومه بالنسبه لسقطرة مما يعني فتح الفجوه اصلا لدخول الامارات، ولذلك الإمارات وجودها أصلاً وجود أمر واقع يعني إلى يومنا هذه موجودة القوات. طيب طيب نحن دعنا نركز على نقطة الأزمة الأخيرة. يا سيد عبد الله سيد عبد الله أنا سألتك سؤال واضح يعني أتمنى إجابة باختصار، يعني القوات هل عادت إلى مطار وميناء سقطرة بالفعل أم لا؟ القوات اليمنية القوات اليمنية من أبناء سقطرة نعم موجودين عادوا
جميل. طيب بعد الأزمة الأخيرة التي حدثت بين الحكومة والإمارات، أنت تحدثت عن أن الإمارات لها أنشطة اسمع سؤالي في البداية، يعني أنت تحدثت أن هناك أنشطة كثيرة لدولة الإمارات، أنشطة سابقة، هل الأزمة التي حدثت مؤخرا بين الدولة اليمنية والإمارات أثرت في هذه الأنشطة أم أن الأنشطة ما زالت مستمرة؟ لا، ما الأنشطة لا زالت مستمرة بالفعل، لكن يعني أصلا الذي أريد أن أوصل إليه المستمع الكريم هو أو المشاهد الكريم هو أنه القضية هي تراكمية، ليست قضية إنزال في يوم وليلة في وجود الحكومة. نعم، هناك قضية إنزال بالحكومة مما فتح الشهية أو الوجود الطبيعي. يعني بالضبط، يعني الإهمال الذي حاصل في سقطرة من قبل الحكومة شيء معروف ويجب أن تعيد ترتيب وضعها في هذا الجانب. إذن أشكرك جزيلا الناشط عبد الله بداهن، كنت معنا من سقطرة، شكرا جزيلا لك. أعود بسؤال أخير للمحلل السياسي عبد الرقيب الهدياني. سيد عبد الرقيب، ما أبعاد بقاء قوات التحالف العربي في سقطرة رغم أنها يعني ليست منطقة عسكرية هذه الجزيرة؟ طبعا كان ينبغي أن تبقى سقطرة بمنع عن حتى تواجد أي قوات أو أي تمثيل للقوات التحالف العربي، باعتبار أن سقطرة بعيدة عن لم يدخلها الانقلابيون، سقطرة آمنة ليس فيها إرهابيون، سقطرة آمنة حتى ليست فيها وحوش يعني حيوانات مفترسة، بالتالي لا مبرر لبقاء هذه القوات. ولكن المشكلة حصلت أن الإمارات قامت بهذا الاختراق وقامت بهذا الإنزال بعيدا عن السلطة الشرعية بشكل مستفز في وجود دولة رئيس الوزراء وحكومته، وبالتالي جاءت هذه القوات سواء السعودية أو اللجنة اليمنية السعودية كحل لمشكلة قائمة. بالتالي الإمارات تعنفت وقالت لم تسلم ولن تخرج من الجزيرة لأن هناك سيكون هناك فراغ ولأن القوات اليمنية غير جاهزة، وبالتالي جاءت هذه القوات المحدودة من المملكة العربية السعودية كحل لأزمة قائمة. ولكن يعني الأصل أن لا وجود لهذه القوات، معركتنا مع الانقلابيين والانقلابيون هم في الأماكن في الجبهات وفي مكان بعيد، ويجب على هذه القوات وعلى هذه الترسانة العسكرية أن تتوجه إلى جبهات تفتقر بمثل هذا السلاح. نعم، إذن أشكرك جزيلا في الختام المحلل السياسي عبد الرقيب الهدياني، كنت معنا من عدن. و في ختام حلقة الليلة أشكر أيضا ضيوفي، كان معنا الصحفي في رئاسة الجمهورية ياسر الحسني، شكرا جزيلا له، والشكر أيضا للناشط عبد الله بداهن كان معنا من سقطرة. وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات معد هذه الحلقة زميل محمد عبد المغني، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل، حتى أن نلتقي في حلقة قادمة. أترككم في رعاية الله وحفظه.